غاديش نقدر نكذب ونزوق الهضره، ما غنقدرش نقول خاوه خاوه، حيت مادام لحد الساعه كنشوف بعيني الناس الجزائر اللي ديما كيقولوا حنا خاوه خاوه وما عندنا علاقه بالسياسه، وهذاك الشيء بعيد علينا وهذاك غير المخزن، وحنا بالعكس كنحماقوا عليكم وكنبغيوكم، ما داروا حتى شي حاجه وما تحركوش، ما هضروا ما تكلموا. بالنسبه لي ما داروا والو، حتى شي ردات فعل من مورا مقتل ديال جوج دراري مغاربه. فاتوا الحدود المغربيه الجزائريه البحريه بالغلط، ماشي قاصدين، ما هم كيديروا حتى شي حاجه، خارجين مفوجين ضاحكين. ما كانش عندي المشكله وما كانش كاع ممكن نهضر في الموضوع لو مثلا سلكوا من تما وجات البحريه وهزاتهم وداتهم للحبس. ما عنديش جرام ديال المشكل كون كلاو العصا، ما عنديش مشكل كون ضربوهم في رجليهم، ما عنديش مشكل، ولكن باش توصل للقتل اشنايا الواحد تحرموا من نعمه الحياه. انا عارفه ان هادشي اللي كتب ليهم الله وهذاك هو نهارهم بالحق، كنقولوها دائما، اللي جات من عند الله مرحبا بها، بالحق باش تجيك من عند العبد ما يمكنلكش نهائيا تدوزيها. الواحد فاش كيموت من الله كتقول هادشي قسم عليه الله، احو بردات كتكويها في قلبك وكتسكتي. ولكن باش واحد كيكون سبب انه يقتل خوه المسلم رغم ما تقولوش ليا حتى شي حاجه، الا كنا فعلا حنا مسلمين مع بعضياتنا، راه شي حاجه اللي ما سهلاش. دري خلى جوج بنيتات من موراه، علم الله حياته كيفاش كانت، علم الله كيفاش كان كيفكر، علم الله الاحلام ديالو. تخيلي راسك ولا تخيل راسك انت اللي كتسمع انك تجي كونجي تبغي تخرج تفوج حتى تموت. انا ما نكذبش عليكم ضرني خاطري بزاف، تصدمني هما شي فيديوهات داشي جزائريين البارح خرجوا في لايفات وفي فيديوهات كيزغرتو كيغنيو وفرحانين، فرحانين بداكشي اللي داروا العسكر ولا ما نعرف بوليس وقتلوا داك الدراري. انا ما نكذبش عليكم استفزوني بواحد الطريقه لا توصف، وليت كنقول او واش لهالدرجه، راه ما يمكنش. انا ما غاديش نكذب، وكيف ما قلت لكم ما غنزوقش الهضره. شي اي واحد جزائري من هاد النوع اولا مثلا فرحان ولا عجبو الحال المقتل ديال هاد الدراري، ما كيشرفنيش انه ينضم ليا لهاد القناه، ولا بغى ينسحب الخلا وجلا وشطابات عشره، حيت راه ما يمكنش. نهار اللي مات الولد الجزائري في فرنسا كاملين بقى فينا الحال، كاملين تقصحنا، خرجوا جزائريين ومغاربه والفيديوهات كاملين كيشهدوا بهذا الشيء. بزاف الناس خرجوا، بزاف الناس دواو باش يتقتلوا دراري مغاربه على يد بحريه جزائريه لمجرد انهم فاتوا الحدود، ما كيشكلوا لا خطر لا والو، كان ممكن تشدهم دخلهم الحبس، كان ممكن ما نعرف اشنو غدير، ولكن باش تقتلهم ويخرج ليا واحد كيزغرت في اللايف، اسمح ليا حتى لهادي وبس. انا ما غنهضرش بزاف في الموضوع، ما كندخلش في الامور السياسيه الصراحه، ولكن اللي غنقدر نقول لكم دابا هذوك الوليدات واخا نهضروا حتى نعياو، ما غنقدروش نرجعوا لهم الحياه ديالهم. الكيه ديال والديهم ربي اللي عالم بها، واحد الكيه اللي لا توصف، اللي لا توصف. ما عرفتش الوليد الثاني واش رجع للمغرب ولا لا، الولد اللي مات وتلاح في الجزائر ما عرفتش واش رجعوه للمغرب ولا لا. انا اللي نقدر نقول كلمه واحده، هي الله يرحمهم ويوسع عليهم هاد النهار، وكنتمنى منكم كاملين انكم تدعوا معاهم. وقبل ما نبداو في القصه ديال اليوم، بغيت، انا عرفت راسي بالسلس ولكن عارفكم بنات الجود والكرم، بغيتكم البنات كاملين تدعوا كذلك مع واحد البنت سميتها محجوبه من هولندا. كنتمنى من كل قلبي انكم تدعوا معها من قلبها، كنتمنى اللي صلاه تفكرها في الدعاء ديالها، كنتمنى اللي كتقيم الليل تذكرها في الليل في دوك الليالي. هذه واحد السيده اللي كانت في المغرب ومرضات بزاف، الوقت اللي رجعت البلاد اللي مقيمه فيه في هولندا كتكتشف ان عندها سرطان وانتشر ليها دغيا دغيا، وعندها وليدات باقي صغار، وهي في حد ذاتها باقا بنيتها صغيره ما كبيراش بزاف. كنتمنى منكم انكم تدعوا معها بسميتها كيف ما قلت لكم سميتها محجوبه. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا، وطبعا ما بغيتوش تكتبوا هادشي في لي كومونتير، طبعا ما تكتبوش، انا غير تدعوا معها في السر ديالكم، في صلاتكم، في الوقت اللي بغيتي تدعي مع هاد محجوبه وتدعوا مع هاد الوليدات. وشكرا لكم بزاف. ودابا ندخل مباشره في القصه ديال مروان. مروان اللي دخل عندي وبدا كيسب ويعير فيا، ما نكذبش عليكم ما بغيتش نصدع راسي معاه، ديك الساعه بلوكيتو ما عرفش المشكل اشنا هو. من موراها غيدخل عندي بنمرة واحدة اخرى ونفس القضيه، كيسب وكيعير فيا وكيقول لي انت يا فعلا تاركه، مهم خلى فيا غير لينسا. عاوتاني بلوكيتو، دخل عليا المره الثالثه بدا كيسب وكيعير، كيسب وكيعير ولا نجاوبو. قلت له ياك لاباس اشنو واقع، فين كاين المشكل، انا شنو درت ليك؟ قال لي لا انت هي كتهضري وكتعاودي على الرجال انهم خايبين وهادين، انت ما عارفاش العيالات، العيالات بنات الحرام
العيالات فعلي المهم ما خلا فيكم البلاد غير اللي نصا خليته حتى سالة. انا عرفت واخا كاع عنده ما غيسمعنيش. قلت له خويا ياك لاباس اشنو واقع؟ قال لي لا وانتي كتحاولي غير القصص ديال العيالات. قلت له انا المحتوى ديالي خاص بالنساء ولكن ما عنديش مشكل انا كنسمع ليك. ياك لاباس اشنو واقع؟ شكون هاد بنت المراه اللي درت لك هاد الحاله؟ قال لي انا غنعاود ليك. قال لي انا غنعاود ليك باش تعرفي ان النساء ماشي كلهم بنات الناس كيف ما كتعاودي نتيا. قلت له بلاتي بعدا قبل ما تعاود لي صح لك هاد المعلومه. انا ما عمرني ما قلت لك ان النساء كلهم بنات الناس. ديما كنقول بنادم حجر وطوب كيما النساء فيهم وفيهم حتى الرجال فيهم وفيهم. وهذا الشيء بالشهاده ديال القصص اللي كنعاود. يا ما شكرت في رجال ويا ما شكرت في نساء ويا ما كانوا رجال ولاد الحرام ويا ما كانوا نساء معنا بنات الحرام. يمكن انت ما كتسندش القناه. المهم فاش قلت له هاد الهضره السيد برد شويه وتما بدا كيعاود لي القصه ديالو اللي انا صدماتني يا البنات. انا غنبدا لكم القصه كيف ما عاودها لي مروان. قال لي انا سميتي مروان عندي دابا 32 عام ولكن حكايتي بدات في الوقت اللي كانت عندي 25. ديك الساعه كنت كملت قرايتي دوزت ستاجات وكنت توظفت في واحد الشركه اللي معروفه في المغرب شركه تابعه لداكشي تما والضو. ما غنقولش المدينه وما غنقولش سميت الشركه باش ما تعرفش انا شكون. المهم توظفت واحد الوظيفه اللي مزيانه بصالير اللي ما عمرني ما كنت كنحلم به وبامتيازات اللي مزيانه بزاف. من النهار الاول كانوا مخرجين لي الطوموبيل فيما كنسافر كيعطيوني على هذاك السفريه. المهم كنت عايش غير بداكشي اللي كندبر عليه. هنا مسافر هنا ديبلاسمون هنا مثلا تعطلت في الخدمه كيزيدوني. المهم السالير ديالي فحال كيبقى هو هو ما كنقص منه حتى شي حاجه. الحمد لله الامور تيسرات ما كملتش البنات حتى واحد العامين مقاده جمعت واحد البركه اللي كانت مزيانه ودفعت في واحد الشقه. المهم دفعت فيها هنا بديت كنعيش الحياه عطيها الدوران الخروج. بديت كنتعرف على البنات باش ما غاديش نكذب عادي كنتعرف على هادي وكنتعرف على هادي ونضحك مع هادي ونضحك مع هادي. ما غنكذبش ونقول لكم انني انا ما نعرف ولد الناس ولكن ما عمرني ما كذبت على شي بنت المراه ولا وعدتها بالزواج ولا بزز منا ديتها معايا لشي بلاصه ولا يعني ما كان وعد بزواج ما كنقول لها احقر اني كنبغيك وكنحماق على التراب ديال رجليك. كنت كندوز الوقت وصافي. المهم كنت بحال اي شاب وصل لواحد الوقت كانوا عنده الفلوس موجوده وتحلوا لي العينين انا حياتي كامله في القرايه يعني ما كنتش شي واحد اللي صغري دوزت في الزهود الدوران كنت داخل سوق راسي بلا قياس. الوقت اللي وصلت كيف ما قلت لكم لهذاك السن ديال 27 26 28 وليت عطيها الزهود الدوران الصغير تعرفت على شي دراري. المهم ما خليت فين خرجت ما خليت فين درت ما خليت ما درت. المهم هذيك الدار اللي كنت دفعت فيها كانت خرجت ليا ومشيت كملت الفلوس ديالها من البنكه. الامور تيسرات دوزت 28 عام 29 عام وصلت ل 30. جات ميمتي وبدات كتنقر عليا كتقول لي يا ولدي خاصك تعمر دارك وتجيب بنت الناس اللي تزوج بها. كنقول لها ميمتي انا ما باغي نتزوج دابا. كتقول لي يا ولدي حتى لامتى؟ تبارك الله 30 عام هذا هو العمر يلا تولد وليداتك ويلا تكبر معاهم. قلت لها ميمتي وهنا كاع بغيت نتزوج فين هي هاد بنت الناس؟ قالت لي الله يا وليدي الله هادوك البنات كاملين اللي كتهضر معاهم وما لقيتيش فيهم بنت الناس وانت ديما شاد التليفون في ودنيك. شفت فيها وضحكت وقلت لها ما نكذبش عليك انا هادوك البنات غير ندوز معاهم الوقت وصافي باش نتزوج بهم محال. قالت لي وعلاش؟ قلت لها هكاك انا ما نكذبش كيف ما قلت لكم يعني البنت اللي انا كنتلاقى معاها في البار ولا نتلاقى معاها في البواط ولا ما نعرف راه ما يمكن لياش نتزوج بها يعني انا هكا وما كنتش كنعرف شي بنت يعني بنت الناس مثلا تعرفت على انا قلت لكم دوك العلاقات ما كانوش عندي. كنت باغا نزهى وباغي نضحك ما باغي لا صداع لا مشاكل ما باغيش وحده اللي نبقى نقولها حقا كنبغيك حقا كتبغيني حقا تزوج بيا. ما كنتش يعني ما عمرني وعدت شي بنت المراه ولا كذبت عليها ولا قلت ليها شي حاجه اللي ما كايناش. المهم شفت حتى عيات وقالت لي الا كانت غير العروسه انا ندبر لك فيها. قلت لها مهمتي ماشي مشكل دبري لي العروسه ومرحبا. انا قلت مزيان هذا هو العمر 30 عام حتى انا باغي نعمر داري عييت من الزهو عييت من الدوران بغيت حتى انايا ندير وليداتي. الحمد لله خدام مزيان ما ناقصني حتى شي حاجه بالدويره ديالي داري ديك الساعه تقريبا فرشتها كامله ما ناقصها حتى شي حاجه. المهم تبدا كتقلب من جنابها فيما كتعرف شي واحد وساتو حتى واحد صاحبتها قالت ليها كاينه واحد السيده كنعرفوها من العائله الله يعمرها سلعه والديها واحد الاسره اللي ما لزحتهم على الجرح يبرا. قالت ليها ميمتي مرحبا نمشيو نشوف البنت. ميمتي فعلا كانت مشات وشافت الناس ناس ما غنقولش كم متدينين وكاين دوك العائلات المحافظه للبنت
ما تفوتش الساده ديال العشيه في الزنقه. المهم باهم كان قبيح وعندها خوتها والبنت داخله سوق راسها كتلبس غير الفولار والحوايج طوال، ما تعجلو في البنات غير هي. ملي شافتها عجباتها البنت، حتى شكلها كانت زينه ديال بصح ولاطي ديالها مرسومه. المهم اي راجل يشوف هذيك البنت ما يقولش عليها لا، ما يجبها الحال. ودارت مع السيده انها دوي مع مالين دارها الراجل وداكشي باش نجيو نخطبوها اولا نجي نشوفها انايا. فعلا داكشي اللي كان، هزاتني مامتي من يديا ومشينا عند الناس، استقبلونا واحد الاستقبال اللي ما نقدرش نوصفه لكم. ما خلاوش من جهدهم، طيبوا لينا وكبروا بينا وفرحوا بينا. المهم دخلت عندي السيده ما قدراتش تهز فيا عينيها. انا برققتها مزيان، كنت زعما في راسي مطور، بغيت نشوفو الزوينه ولا ما زويناش. صراحه ما كان عندي ما نقول، البنت قرطاسه ما فيها ما يتعب، من اجمل البنات اللي شفت بعينيا. ابتسمت حسابات لي الدرسه ديال العقل، مامتي كيف شافتني عرفتني طحت. المهم ديك الساعه بدات كدوي معاهم في المعقول وقالت لهم صافي نتوكلوا على الله، شنو كطلبوا مع شنو كطلبوا. نقزت امها وقالت ليها الله يا الحاجه اشنو غادي نطلبوا، حنا بغينا غير الود اللي تهلا لينا في بنتنا. وانا مره كنضرب على البنت، البنت حاضره عينيها وشاده يديداتها وكتغزز فيهم زعما ديك اللعيبه ديال الحشمانه، وانا قلبي كيزدح كنقول غير امتى غير امتى يقولوا لي موافق. المهم مامتي دوات مع السيده بداو كيديو في الامور ديال ضرب الصداق ديال العرس ديال المسائل كامله. امي قالت لها الولد راه واجد والوقت اللي بغيتو زعما صافي نتكاتبوا ونسروا الامور. حتى السيده قالت لها حنايا ما عندناش المشكل. المهم سالينا هذيك الجلسه اللي كانت مزيانه بزاف، مشينا في حالتنا. انا درت فيها نزق، خرجت وسولت على البنت. الصراحه في هذاك الدرب اللي سولت عليه حتى واحد ما قال لي فيها شي كلمه اللي خايبه، كلشي قال لي صراحه البنت كنشوفوها داخله خارجه المدرسه ما بيها حتى شي حاجه، البنت داخله سوق راسها. المهم انا فرحت ما عنديش المشكل، الامور تيسرات، بديت كنوجد كملت داري. كنا مشينا عاوتاني عندهم باش نطيحوا العقد، حيت هما قالوا ليا ما غيكون العرس حيت كمل البنت قرايتها، ديك الساعه كانت بقات لها السنه الاخيره. المهم مشينا وطيحنا فعلا العقد. البنت هذيك الساعه كنت طلبت منها الرقم ديال التليفون ديالها حيت من قبل ما كانت عطاتو ليا. المهم طلبت لها الرقم ديال التليفون ديالها وبديت كنهضر معاها. السيده بدات كتهضر معايا، اش غنقول لكم، طحت ديال بصح، كانت مأدبه بزاف. كنت كنحاول اني نهضر معاها في شي مواضيع، السيده كتسد عليا كتحشم، انا هادشي حمقني فيها. حتى في الوقت اللي كنت كندوي مع خوها وهذا كنقول لهم بغيت نخرج معاها نتقدا واحقا هادي احقا هادي انا مرتي، كان خوها كيقول لي صافي واخا ندوي معاها. فاش كنت كندوي معاها كتقول لي لا وهادي، وفاش كتخرج معايا كاع السيده غير كتبقى هكا خايفه. وفهمتي كيفاش يعني ديك اللعبه ديال انها ما عمرها ما خرجت مع شي واحد. المهم بقينا جارين هكاك حتى النهار اللي السيده غادي تدوي معايا وغتقول لي انا غادي مع ماما باش ندير شهادات العذريه. قلت لها ما كاينلاش انا كنزيق فيك. قالت لي لا لا ضروري ما ضروري. فعلا السيده كانت مشات دارت شهادات العذريه ديالها، فديك الساعه ما بقينا والو العرس، كانت كملات قرايتها. من موراها كنا بدينا كنوجدوا العرس اللي حلت عليها فمها حطيتو ليها. العرس كنا متفقين ما غيكونش شي عراسيه كبيره، تقريبا واحد 10 ديال الطوابل، مصاريف تقريبا نص بالنص. الامور كامله تيسرات، جبت ليها كاع داكشي اللي كيجيبو الناس، الحوايج الخاتم ديال الذهب الفلوس كلشي كلشي. المهم ما خليتها ناقصه من والو. دوزنا داك العراسيه هزيت السيده ومشينا نيشان لوطيل. المهم مشينا لوطيل السيده الطريق كامله وهي كتبكي، كلها كترعاد مالك ما مالك احقا غادي نتفرق مع والدي. انا تفهمت الموضوع، مشينا للوطيل نهار الاول قلت انا مرتي لاش انا غنبزز عليها شي حاجه ولاش اصلا غادي تدوز هذيك الليله فحال هكا، نكون انا مرتاح وهي مرتاحه حتى تيسر الامور ان شاء الله. انا ما قربت ليها ما حديثه ما دويت معها ما والو، نعس حداها نعس ضربتها حتى هي منعسه. ناضت مع الصباح نزلنا نيشان مشينا عند الوالده، حيت الوالده ما كانتش عرضت على الجيران وفي هذاك الصبوحي يعني كانت هي عارضه على الناس ديالها وكانوا غيجيو العائله ديال العروسه باش يجيبوا الفطور. المهم مشينا داز كلشي بخير وعلى خير. في العشيه ديال هذيك الليله غادي نهزها وغادي نسافر انا وياها. دوزت انا وياها سيمانه بخير وعلى خير، كلشي كان الا العلاقه ما بيني وما بينها. السيده غير خايفه كيف كنقرب ليها كتبقى تبكي كتجمع رجليها. المهم السيده خايفه بزاف،
كيف لواحد الدرجه اللي ما كطيحش على البال. وانا كنت كنقول لها شوفي راه كلشي بخاطرك، راه حتى شي حاجه ما كدار بلا خاطر، غير زعما رخفي راسك تقول لي انا والله ما كرات، انا ما عرفتش، انا هادي انا هادي انا هادي. هزيت التليفون وعيطت لواحد اختي، هاد اختي هي الوحيده اللي قدرت ندوي معاها في الموضوع. المهم دويت معاها قالت لي شوف راه عادي، راه كاين شي بنات اللي كيخافوا البنت بشويه بشويه عليها، راك عارف زعما فهمتي، راه ماشي شي وحده اللي بنت الزنقه وهذا. المهم قلت لها ماشي مشكل، الدنيا هانيه. انا اللي كان ديك الساعه ما مسوقش ليه هو ان البنت يعني كانت قالت لي انها مشات ودارت الشهادات العذريه وداكشي. المهم ما علينا بقيت انا وياها فحال هكاك. جينا من شهر العسل جينا للدار حتى شي حاجه ما تبدلات. المهم السيده هكا معايا في الدار، حتى في الدار كانت كتحشم كتلبس يعني غير بيجامات وهذا، فاش كنجي نجي معاها كتقول لي ما نعرف. وانا كنت فرحان كنت كنقول جاب لي الله بنت نربيها على يديا ما عارفه حتى شي حاجه، حتى انا كنت كنتلاقي غير مع دوك اللي خارجين الطريق، يعني كنت كنقول بغيت شي بنت اللي تكون فحال هكا داخله سوق راسها. المهم كان كيعجبني الحال الوقت اللي كتبقى تخاف تبقى ترعد عليا وداك الشيء. المهم كنقول ماشي مشكل هادشي كامل غادي يدوز. المهم بقينا هكاك كنقول ماشي مشكل ماشي مشكل، بشويه بشويه مره نقرب ليها مره هادي. المهم باش تكون علاقه كامله ما كايناش اصلا، غير هذاك فاش كنقرب ليها البنت كتبقى تخلع وتبقى هذا وجامع رجليها وخايفه ومكنزه. المهم فاش كنقول لها ما تخافيش كتقول لي ما عرفتش، بدات تبكي ليا وكنجمع وكنطبي وصافي وكدوز ديك الليله. المهم غنبقاو هكاك اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى غدوز تقريبا واحد الشهرين. انا ما بقاش عاجبني الحال، عيطت لاختي عاود دويت معاها قلت لها شنو طرا قالت لي واش مازال ما تحلش المشكل. قلت لها لا، قلت لها عافاك دوي معاها حيت انا راه هادشي ما مناسبنيش. جات اختي دوات معاها، البنت بدات كتبكي قالت لها انا ما عرفتش مالي وما عرفتش مالي، انا كنخاف انا ما نعرفش شنو طرا ليا، هادي من هنا هادي من لهيه. المهم قالت لها انا غنمشي انا وماما عند طبيبه ونشوف. فعلا هزات السيده راسها مشات هي وامها، الله اعلم واش مشات مع امها ولا ما عرفتش. المهم مشات جات عندي قالت لي انا صافي باغا نطلق. قلت لها ياك لاباس اشنو واقع؟ قالت لي انا قالت لي الطبيبه عندي تشنج مهبالي وانا عندي خوف وفوبيا. قلت لها شنو واقع؟ واش واقع لك شي حاجه في صغرك؟ واش كاين؟ قالت لي انا ما واقع ليا والو غير الخوف وهذا وصافي. قالت لي انا كنت كنخاف وانا يا كبرت بالحشمه وانا مازال ما ولفش وانا وانا وانا. قلت لها شوفي الطلاق انا ما مطلقش، انا باغيك وبشويه عليك. المهم من تما بديت كنحاول معاها بشويه بشويه. المهم وليت كنقول لها حتى حاجه ما غنبززها عليك غير تخرفي غير ترخفي معايا. بقينا هكاك اليوم على نهار نهار على نهار. السيده مهم الامور بدات شويه كتحسن ما بينه وما بينها، بدات العلاقه ولكن غير كنوصلوا زعما للعلاقه الكامله. السيده كتكنزز ما كيعجبهاش الحال. المهم راكم فاهمين صافي، انا كنخليها على راحتها كنقول معليش 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 معليش. دازت تقريبا بيني وبينها 6 شهور البنات، فهاد 6 شهور بزاف ديال الحوايج بدلو. المهم حتى علاقتي معاها ما بقاتش كيف ما كانت، ترخات معايا واحد شويه، ولكن حتى ديك الوقيته ما كانتش علاقه كامله. وفي هاد الوقت كانت كل شويه كتاخذ من عندي فلوس كتقول لي احق انا غادي عند طبيبه، احق انا مشيت من عند طبيبه، احق انا هنايا. شويه في واحد الوقت بداو كيقولوا لي لا حق راه يمكن ساحرين ليها. المهم ما خلاو ما قالوا لي من ديك الهضره كامله، وانا تابع حتى النهار للسيده غير بداو فيها الاعراض ديال الحمل. المهم مشات دارت تحليلها لقات راسها حامله. فاش لقات راسها حامله جات عندي قالتها ليا. انا طبعا في الاول تصدمت حيت ما بيناتناش علاقه كامله، ولكن بحكم انني قاري وداكشي عارف ان ممكن يوقع حمل من خلال علاقه سطحيه، والعلاقه السطحيه كانت. المهم قالت لي انا حامله، قلت لها اوكي ماشي مشكل، فرحت عجبني الحال صافي. فديك الوقيته قلت لها والو مشي معاك للطبيب. قالت لي اوكي. مشينا عند الطبيبه دخلنا قلبات درت لها غير راديو من الفوق، شافت ليها الحامل وكلشي قالت لها الامور كامله مزيانه. انا كنت باغي ندوي مع الطبيبه ولكن هي ما خلاتنيش وقالت لي لا تجي عندها، انا يا قدامي انا كنحشم انا هادي انا هادي. ضربت الطم وسكت مشيت للدار، بقات كتجرجر فيا نهار من مورا نهار نهار من مورا نهار. العلاقه كاينه ولكن العلاج ما كاينش. بقينا هكاك اليوم غدا اليوم غدا حتى النهار اللي كنت انا وياها في العلاقه والسيده عاد غفلتها. جيت ندخل عليها كنلقى يديا والبرد. البنت ماشي بنت اصلا، انا
مش يمكن لخل ديك الدرجة، يمكن طنقاتني، يمكن في ديك المدة كاملة كنت مشي 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 ما كنعرفش، كنت استيق فيها وكنت مغمض عينيا وكنت كنقول راها خايفة، ما عمرني ما شكيت. المهم كيف دخلت بها عرفت انها مرة ماشي بنت. نوض ديك الساعة ونوضت معها صداع، قلت لها ما فهمتش اشنو عندك كيفاش ماشي بنت، قالت لي لا انا بنت انا هادي انا هادي، وتقول لي انا عندي شهادة العذرية. كيفاش غندير بشهادة العذرية؟ قالت لي لا وبيني وبينك علاقة ومشو دابا عند الطبيبة تقلبني. قلت لها واخا هي الاولى. نوضت انا باش نمشيو عند الطبيبة، قالت لي لا وبلاتي وحقا ما حقا وتا الغدا ما تا الغدا. قلت لها واخا حنا نتسناو الغدا، غدا قريب. نهضت الغد لي مع الصباح جا مع حوايجك دخلت تمشي لدارهم. قلت لها والله ما تمشي، قلت لها ولا مشيتي عليا باليمين يا حتى نمشيو ندير لك اكبر شوها في العالم. قلت لها غتهزي معايا وغنمشيو عند الطبيبه هي اللي غتقرر. قالت لي لا وديما كتكون بيناتنا علاقه، لربما شي نهار زعما بخلال هذيك العلاقه اللي كانت بينا سطحيه زعما هكا تقطع لي الغشاء ديال البكره. قلت لها انتي كتخافي من جنابك غتخليني نقرب ليك وزعما وما دوي ما تكلمي ما والو. قلت لها مستحيل، قلت لها غتمشي معايا دابا عند الطبيب. قلت لها انا عارف راسي انك انت استغفلتيني هاد المده كامله، خصيت ضربات معايا هزت الشطيطه مشات لدارهم، مشات لدارهم البنات. انا هزيت راسي مباشره ومشيت لقيت امها، ما لقيت لباها لاخوها، لقيت امها قلت لها شوفي ها شنو طرا وها شنو طرا، ما بقيتش كنحشم ها شنو طرا وها شنو طرا وها شنو طرا. امها ضربت عليا بالنكره قالت لي كيفاش والبنت حامله مالكم كيفاش درتو، واش هاد الهضره كتقول لي واش انت مسطي؟ نقزت البنت وقالت لي لا انت حمق انت مسطي انت اش كتقول لي في هاد الهضره. سيتي ديك الساعه كراتني ولقماتني وقالت لي انا مزوجه بك هادي مده، وقالت لي هذيك الهضره ديال انها هي ما كانتش معايا وانا قالت لك في الاول كان مشكل ولكن من بعد الامور تيسرات وصافي ما بقاش المشكل ودخلتي بيا وحملت وراه صافي هادشي اللي عطى الله. قلت لها واش كتضحكي عليا ولا كتضحكي على راسك؟ اش هاد الهضره اللي كتقولي؟ قالت لي هادشي اللي كاين. قالت لي انا بغيتي تقول شي حاجه اخرى راه غير كتضحك على راسك. المهم انا تصدمت ما عرفتش راسي من رجليا ما عرفتش شنو غادي ندير. قلت غادي نتسنى باها حتى يجي ونوض معاه الصداع. جابها دويس معاه البنت بدات كتبكي قالت لي هذاك راه حمق هذاك راه باغي يطلقني بلا موجب شرع، انا دابا معاه جايه لواحد 8 شهور ولا 9 شهور ما كتقول لي كيفاش هذا 9 شهور مشاو عند الطبيبه والبنت عزبه وهي شهدت الادريه ديالها فاش زوجات به. المهم دوروني وضحكوا عليا ورداني كردوني كي مسطي وكل مطنك. انا عرفت راسي تصيت ماشي ما عرفتش، ما عندي حتى شي دليل على الهضره ديالي. السيدة عندها الشهادات العذريه ديالها ماشي ما عند الطبيبه ديال النهار اللي مشات باش تقلب الحمل ديالها. انا الهضره كامله في خبر اختي ما في خبر حتى شي واحد واحد اخر. كنشوف الى جيت دويز غنتسمى مطنق عشني تزوج بوحده واحد المده وهي عب مراه وكتضحك عليك، يعني كلشي غيضحك عليا من تما. وانا هزه في قلبي من تما ما عارفش راسي من رجليا. المهم اول حاجه فكرت فيها هي الطلاق، قلت على الاقل نطلقها ونتهنى منها. درت فيها مطور مشيت عندها باش ندوي معاها ونقول لها غنديروا طلاق اتفاقي ما تساليني ما نسالك. السيده خرجت فيا عينيها وقالت لي لا غادي تطلقني وتعطيني حقوقي كامله تعطيني النفقه والمتعه. لا دخلت لك بالله على اش من متعه كدوي، قولي لي تكرفي تقولي لي انك غدرتيني وانت عارفه وانا عارف. سيزان كراتني قالت لي ضره ما منها والو، انت راك مريض انت راك مسطي، انا كيفاش حملت واش انت جالس معايا 9 شهور هادي وما قصتينيش وكيفاش ما كيفاش كانتي قلتي لي عندك تشنج مهبلي؟ قالت لي انا ما عندي حتى شي مشكل، انا كنت معاك وكنت عايشه معاك طبيعي وعادي ونتايا غير كتحلم عليا باش دابا باغي تطلقني وباغي تهرب من النفقه ودورات عليا كلشي. شفت حتى عييت وفي الاخر رفع الدعوه ديال الطلاق. فاش رفع الدعوه ديال الطلاق السيده نكرات وقالت ليهم انه باغي يطلقني وعلم الله شنو عنده وباش يطلقني ما يعطيني حتى شي حاجه، دابا باغي كيكذب عليا وكيقول لي انه تزوج بيا وانني ماشي عزبه وفاش انا ماشي عزبه كيفاش حملت. المهم دوراتني والقضيه كان ضربتني بخمسة مليون ما بين النفقه وما بين المتعه وما بين هذاك الشيء اللي قلتات في دارهم والواجبات ديال الولاده وكلشي. خمسة المليون مليون كتنطيح مليون من غير داكشي اللي خسرت في العرس من غير داكشي ديال الصداق من غير كلشي. طلعت اكبر حمار اكبر حيوان، انا ما بقاش فيا الفلوس قد ما بقات فيا الشمسه، الشمسه اللي باقي لحد الساعه ما بغاش تبرد. هذا الهضره اللي كنعاود لكم في خبر عائلتها والسيده واختي وبس، مي ما بقاتش نقولها لها. عائلتي اصحابي الناس اللي كنعرف شنو غنقول لهم؟ قول لهم ضحكت عليا ودات لي فلوسي وصدقت انا ساترها هكاك بطيله. كرهتني في الزواج وفي البنات ما بقيتش نهائيا كنطيق ما نكذبش عليكم شي. انا ما عمرني مازال نتزوج، هذاك الولد اللي دابا ولدات ما عرفتش واش ولدي ولا ما ولديش. بعض المرات كنقول غنمشي ونرفع عليها
الدعوة أن هذاك الولد ما ولديش وندير التحليل ونعرف. وبعد المرات كنقول ما عرفتش، خفت نمشي نرفع دعوة ويصدق ولدي والولد من بعد يقولك حقاش كلتي، ما عرفتش أشنو ندير، ما عرفتش كيفاش نتصرف، كرهتني في الدنيا، كرهتني في كل شيء. حتى هذاك الخاطر اللي كان عندي قبال كنت كنمشي كنخدم نطير من هنا ندير من هنا باغي ندير بلاصتي، دابا ما بقيت باغي حتى شي حاجة، ما بقيت كنفكر في حتى شي حاجة. من مورا ما طلقت أمي جات عندي وقالت لي ولدي ما تفاهمتيش معاها، صافي الله يعاون العاونات، تزوج مرة أخرى وبني حياتك. كنقول لها أمي إلا الزواج ما تبقاش جبديه ليا. كرهت راسي وكرهت الدنيا، واليوم ما بقيتش عارف بالضبط كيفاش ندير في حياتي. الغزاله ديالي هذه هي القصه ديال مروان اللي عاودها ليا وكيقول لي دخلت عليك بالله، دابا قولي لي واش انا اللي غلط ولا هي، قولي لي واش كاينين بنات الناس، قولي لي واش داكشي اللي كتعاودي بصح. انا خويا مروان غنقول لك كلمه واحده، هاد السيده الا كان هادشي كامل اللي كتقول بصح راها بنت الحرام قطره ما فيها الا ولا حتى. كاينين بنات الناس طبعا، كاينين كيف ما كاينين ولاد الناس، وديما كنقول هاد الهضره. كنتمنى تخليوا الاراء والتعاليق ديالكم صاحب القصه، وما تنساونيش طبعا من التعاليق الزوينه ديالكم. هنا ما بقى لي الا نقول لكم ما سخيتش بكم، غادي نحاول البنات تكون معنا اليوم ان شاء الله قصه ثانيه. السلام عليكم.